ومعكم عزوز مونجي واسعد الله مساءكم بكل خير. النهارده بقى حبايب هنلعب تمرين خواصر وبطن. تمرين خواصر اللي هو الجنب وبطن، هنلعب بطن علوي، هنلعب بطن علوي يعني خواصر مع بطن علوي. وريت يا محبين الرياضه، انا طبعا محب الرياضه، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس. ويا ريت يا جماعة أنا كل شوف فيديوهاتي، إن أنا بنزل فيديوهات كتير عن الرياضة، ونزلت فيديوهات تحدي كتير، إن أنا أمشي من اسكندر إبراهيم لحد الكوبري السلمي ساعة ونص، فأنا بنزل فيديوهات طبعا عن الرياضة. يلا خلينا في المهم. يا قبل كل حاجة عايزكم تفجروا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس، يلا بينا. هنلعب بطن العلوي، نطلع قدام شوية، ده البطن اللي هنا اللي في النص، البطن المنطقة اللي هنا مش البطن السفلي، ده البطن العلوي. هنعمل 20 عدة ونريح يعني من 40 عدة. يلا نخش بقى على الخواصر، يلا بقى الواحد يشجع نفسه شوية على الرياضة. عفوا طبعا ده تمرين الجوانب او الخواصر، منطقه الجنبين لازم يكون معاك كوره عشان تعمل الحركه دي. وهكذا هو التمرين البطن. وحبيت بس على السريع كده اقول لكم اللي هو تمرير بطن العلو مع الخواتم. انا صراحة كنت ابقى مدرب بشكل عام في الرياضة، يعني انا بعرف في اللياقة كويس نص نص، بعرف التمرين الجوانب والخواتم، ولو واحد عايز يخس اقول له تعمل ايه كده، يعني انا كنت ابقى مدرب صراحة، وبعرف في كمال اجسام كويس. والنهاردة يوم حلو ورياضة حلوة، مهما كانت ظروفك لازم الواحد يستمر عليها. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس. عيش حياتك وانسى همومك، رياضة حلوة.